خلينا بقى نروح دلوقتي ونتكلم عن قائمة الدول الفايزة بكأس إفريقيا، ده منذ تأسيسها بنتكلم. النهاردة هتتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية للكاميرون عشان هتجرى فيها قرعة النسخة 33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، وهتقام مباريات كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة هتكون تحديدا ما بين 9 يناير و 6 فبراير 2022 بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة كورونا زي ما كلنا كنا عارفين. وأكيد هنقدر هنا نقول هيدافع منتخب الجزائر على لقب بطل إفريقيا متوقع اللي توج به عام 2019 في مصر، بينما هيتربع منتخب مصر اللي بيشارك في البطولة للمرة 25 في تاريخه على عرش صدارة الفائزين بالبطولة برصيد 7 ألقاب في الأعوام، بنتكلم 57 يا كريم، 59، 86، 98، 2006، 2008 و2010. حيالي بعد كده منتخب الكاميرون اللي في المركز الثاني بخمسة ألقاب، وبعدين غانا بأربعة ألقاب. صحيح، ده ترتيب الفائزين بهذا اللقب. طبعا المتصدر زي ما هوند بتقول 7 مرات، طبعا مصر هي اللي تصدرت حصولها على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ انطلاقها. هنقول لكم بقى ترتيب الدول المتوجة باللقب بشكل عام: مصر 7 مرات، الكاميرون 5، غانا 4، نيجيريا 3 مرات، كوت ديفوار 3 مرات، الجزائر مرتين، زائير اللي هي كونغو الديمقراطية حاليا مرتين، إثيوبيا مرة واحدة، السودان مرة واحدة، كونغو برازافيل مرة واحدة، المغرب مرة واحدة، وكذلك جنوب افريقيا وتونس وزامبيا كل واحدة منهم على حدة فازت باللقب مرة واحدة فقط. فإذا الصدارة لمصر بـ7 ألقاب.